بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال: وتسن المبادرة بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة، فيدخل مكة ويطوف ويسعى إن لم يكن قد سعى، ثم يعود إلى منى ويبيت بها ليالي التشريق، ويرمي كل يوم من أيام تشريق الجمرات الثلاث بعد الزوال كل واحدة سبع حصيات، ويشترط رمي السبع الحصيات واحدة واحدة، وترتيب الجمرات في أيام التشريق، وأن يكون بين الزوال والغروب فيها، وكون المرمي حجرا، وأن يسمى رميا، وكونه باليد. هذه شروط رمي الجمار. ذكر رحمه الله تعالى سبعة شروط لرمي الجمار، والشروط في الحقيقة أكثر من سبعة، تصل إلى عشرة، بل تتجاوز العشرة. أنا سأذكر لكم الشروط، تكتبونها شرطا شرطا، نشرحها ثم نعود إلى عبارة المصنف. فنقول: شروط رمي الجمار. الأول: واحد، أن يكون الرمي بسبع حصيات. أن يكون الرمي بسبع حصيات. أن يكون الرمي بسبع حصيات. جيد. طيب، ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ لو أنه شك هل رمى ستا أو سبعا، ماذا يفعل؟ يأخذ باليقين وهو الأقل، صح؟ محل هذا إن شك أثناء الرمي، فإن شك بعد أن فرغ من الرمي لا يؤثر الشك، كالذي قلناه في الطواف وغيره. جيد. إذن الشرط الأول أن يكون الرمي بسبع حصيات. الشرط الثاني: أن يكون الرمي واحدة واحدة. أن يكون الرمي واحدة واحدة. يعني يأخذ الحصاة الأولى فيرمي بها، الثاني فيرمي بها، الثالثة فيرمي بها، واحدة واحدة. فلو أنه أخذ الحصيات السبع ورمى بها دفعة واحدة، أخل بهذا الشرط، حسبت واحدة. واضح؟ فالعبرة بماذا؟ العبرة بالرمي وليس بالمرمي. ليس العبرة أنك رميت بسبع حصيات، لا، العبرة أن يكون الرمي سبع مرات. إذن الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون الرمي واحدة واحدة. الشرط الثالث: أن يرتب الجمار. أن يرتب الجمار. هذا الترتيب لابد منه في ثلاثة أشياء، لابد منه في ثلاثة أشياء: في الجمار، وفي الزمان، وفي النفس. الترتيب لابد منه في ثلاثة أشياء: في الجمار، وفي الزمان، وفي النفس. نفترض هذه الصغرى، هذه الوسطى، هذه الكبرى. قلنا لابد الترتيب في ايش؟ في الجمار. ايش في الجمار؟ تبدأ بالصغرى، ثم التي تليها الوسطى، ثم العقبة. جيد؟ طيب انتبه معي، لو أنك بدأت
فرميت الوسطى ثم عدت إلى الصغرى فرميتها، نقول التي قدمتها لا يعتد بها. جيد، لابد أن ترتب الجمار. طيب لو أنك، انتبه معي، رميت الصغرى هذه بست حصيات ثم انطلقت إلى الوسطى فرميتها ثم إلى الكبرى فرميتها، الوسطى والكبرى لا يحسبان لأنك لم تكمل الأولى، فلا بد أن تكمل الأولى أولا بسبع حصيات ثم إلى الثانية ثم إلى الثالثة. هذا الترتيب للجمار، أي لرمي الجمار، هذا الترتيب الأول. الأمر الثاني إيش قلنا؟ للزمان. ماذا أقصد بقولي للزمان؟ أي أنك لو أنك لم ترمي أمس واليوم تريد أن ترمي عن أمسك ويومك، فلا بد أولا أن ترمي الثلاثة جميعا عن أمسك ثم ترمي الثلاثة عن يومك. فترمي، نحن أمسي مثلا، نفترض أمسي السبت، فترمي الصغرى سبعا عن أمس، الوسطى سبعا عن أمس، الكبرى سبعا عن أمس، ثم ترمي عن يومك الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فلو أنك رميت هنا 14 حصاة، سبع عن أمس وسبع عن اليوم، وقعت عن أمس فقط ولا تقع عن اليوم، لابد تمر عليها الثلاث عن أمسك ثم تأتي عن يومك. فهمت علي؟ هذا ترتيب في الزمان. جيد، هذا الثاني. الثالث إيش قلنا؟ في النفس. لو أن غيرك أنابك لترمي عنهم، نفترض أنت حججت مع أبيك، أبوك كبير مريض ما يستطيع أن يأتي إلى الجمرات يرمي، قال أنبتك لترمي عن الجمار، فيجب أن ترمي أولا عن نفسك ثم ترمي عن أبيك. فلو قدمت الرمي عمن أنابك لم يقع عنهم، وقع عن نفسك أنت. فهمت؟ ولذلك سيأتينا بعد قليل، سأذكر لكم المسألة، أن شرط الشخص الذي تنيبه في الرمي عنك أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عنك. يشترط في الشخص الذي يكون نائبا في الرمي عنك أن يرمي أولا عن نفسه ثم عنك، هذا الشرط الأول. ويشترط كونه مكلفا، هذا الشرط الثاني، أو مميزا أذن له وليه، هذان شرطان. الشخص الذي تنيبه في الرمي عنك له شرطان. الشرط الأول ما هو؟ أن يرمي عن نفسه أولا ثم عنك. والشرط الثاني ما هو؟ أن يكون مكلفا أو مميزا أذن له وليه. فهم؟ هذا رقم كم الآن الشرط؟ ثلاثة. أنا سأذكر لكم الشرط فقط، الشرح اكتبوا الشرط، الشرح هذا لا تكتبونه، بعدين أنتم لخصوا بطريقتكم. الشرط الرابع، أن يكون الرمي بعد الزوال، أن يكون الرمي بعد الزوال، هذا المعتمد. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإمام الرافعي وتبعه الإسنوي يقولان بجواز الرمي قبل الزوال، وهو مذهب الحنفية، لكن المعتمد أن الرمي قبل الزوال لا يصح في أيام التشريق. شرط الخامس، أن يكون الرمي في أيام التشريق، أن يكون الرمي متى؟ في أيام التشريق، فلا يصح رمي للجمار بعد أيام التشريق. إذا خرجت أيام التشريق انتهى وقت الرمي. كما مر معنا أن الرمي والطواف والحلق يبدأ وقته من نصف ليلة النحر، وينتهي وقت الرمي بغروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق، وأما الحلق والطواف فلا ينتهيان أبدا. صح؟ إذن لابد أن يكون الرمي في أيام التشريق. طيب هذا الشرط الخامس. السادس، أن يكون المرمي به حجرا، أن يكون المرمي به حجرا، مقصود بالحجر أن يكون من طبقات الأرض حتى ولو كان ذهبا، الذهب أيضا يستخرج من الأرض،
واضح؟ وبعدين بحثوا قالوا إذا كان يعني ذكروا إذا كان ذهبا من حيث إجزاء الرمي يجزئ، لكن هل يكون حراما؟ لأن فيه إضاعة مال، هذا شيء آخر، يعني يكون حراما، لكن من حيث الإجزاء يجزي. يعني نفترض أن الأستاذ وافي مثلا لا يريد أن يرمي بالحصى العادية، يريد يرمي بالذهب، من حيث الإجزاء إذا سأل يجزي فعل الواجب. طيب يا شيخ وافي، فخرج بقولنا أن يكون المرمي به حجرا إيش؟ خرج ما لو رمى بخشب لا يجزي، بزجاج لا يجزي، ببلاستيك مثلا لا يجزي، بعضهم يرمي بنعله لا يجزي، فهمت؟ لا بد أن يكون حجرا. السابع، لأن السابع أنتم معي، أن يسمى الفعل رميا، أن يسمى الفعل رميا. إيش تفهم؟ أنه لو أخذ الحصى بهذا الشكل يا إخواني، أخذ الحصى وفعل هكذا، هنا هكذا، هذا يسمى وضع، هذا لا يجزئ، رمي هكذا هكذا حتى يظهر بياض الإبطي بهذا الشكل، رمي. قال أن يسمى الفعل رميا فلا يكفي وضع الحصيات في المرمى. الثامن، أن يكون باليد، فلو رمى بغير اليد مع قدرتي على الرمي باليد لا يجزئ. أن يكون باليد، فلو رمى بغير اليد مع قدرتي باليد لا يجزئ، واضح؟ ولذلك إذا عجز عن الرمي باليد يرمي بماذا؟ قالوا إذا عجز عن الرمي باليد وأمكنه بالقوس رمى بالقوس، فإن عجز عن الرمي بالقوس وأمكنه بالرجل رمى بالرجل، فإن عجز عن الرمي بالرجل وأمكنه بالفم رمى بالفم. إذن هذه المراتب، باليد ثم القوس ثم الرجل ثم الفم، جيد. كم هذه شروط؟ التاسع، عدم الصارف للرمي إلى غير النسك، ألا يوجد صارف يصرف الرمي إلى غير النسك، إلى غير قصدي النسك. مثلا شخص يريد أن يجرب الرمية هذه تصل إلى قريبة وإلى بعيد، قوة الرمية، جودة الرمية، فجرب فوقعت الرمية في الجمرة، تمام، قال خلاص هذه الرمية الأولى، لا يجزئ، لأنك لم تقصد الرمي لأجل النسك، وإنما قصدت أن تجرب قوة الرمية أو جودة الرمية أو نحو ذلك، فهمت عليا؟ طيب هذا الشرط رقم كم؟ تاسع. شرط العاشر، أن يقصد الرمي، أن يقصد الرمي، شوف الأول هذا أن يقصد الرمي لأجل النسك، هذا أن يقصد ذات الرمي، تمام، بمعنى أن تقصد الرمي لتكون الحصاة في المرمى، في الجمرة، في الصحن. تعرفون الجمرات كيف تكون؟ هكذا حوض، حوض بداخله عمود، حوض بداخله عمود، فأنت تقصد أن الحصاة تقع في المرمى في ذلك الحوض، في الجمرة، هذا الحوض هو الجمرة، جيد. فقال هنا قصد الرمي، تمام، وبالتالي لو أنه قصد الشاخص العمود هذا الذي في الوسط، قصد الرمي إليه ثم بعد أن أصابته الحصى وقعت في الجمرة، يجزئ ولا يجزئ؟ فهمت عليا؟ يعني الآن في عمود في الوسط، هذه الجمرة، هذا الحوض، هذا الحوض يسمى الجمرة، وهناك جدار هنا، أنت عندما رميت قصدت إصابة الحائط، إصابة الشاخص، فأصابت الحصى الشاخص ثم سقطت هنا، يجزئ ولا يجزئ؟ أنت ماذا قصدت؟ الشاخص. قال علام الرملي يجزئ. ليش يجزئ؟ قال نحن قلنا يشترط أن تقصد المرمى،
قال لأن الناس عندما يرمون قصدهم أداء الواجب، والواجب قد حصل. هذا تعليل علامة الرملي رحمه الله. قال علامة بن حجر لا يجزئ، لا يجزئ. ولذلك كلام علامة بن حجر يقول لا يجزئ إلا إذا رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى فوقعت، إلا إذا كان في قصد آخر بجانب قصد الشاخص، قصد الشاخص وقصد الوقوع في المرمى. أما لو قصد الشاخص فقط حتى وإن وقعت في المرمى لا يجزئه عند ابن حجر. ولذلك أنت عليك أن تحرص أن يكون قصدك أن تقع الحجر في المرمى، فهمت؟ نعم. لا كما يظن بعض الناس أنهم يرمون ماذا؟ الشاخص. هذا يظنون يعني أن الشاخص هو المقصود بالرمي، لا، ليس هذا صوابا. طيب، هذا كم شروط الآن؟ الحادي عشر، إصابة المرمى يقينا، لا بد أن تصيب المرمى يقينا، واضح؟ لا بد أن تصيب المرمى. إيش قلنا المرمى؟ إيش هو المرمى؟ الحوض، جمرة. وبالتالي لو أنك رميت وشككت هل الحصاة التي رميت بها طارت في الهواء فخرجت من الناحية الأخرى أو وقعت، هذه لا تحسب. بعض الناس يرمي بقوة، ثم أنت لست وحدك الذي ترمي، يرمي عشرات الناس في نفس اللحظة، ما تدري حصاتك هذه وقعت أو حصاتك هذه خرجت ذهبت إلى الجهة الثانية، فهمت؟ فلا بد أنك تصيب المرمى يقينا. هذه كم شروط الآن يا إخواني؟ عشرة، أحد عشر، أحد عشر. الآن نعود إلى المتن، الآن نعود إلى المتن. قال رحمه الله تعالى ويشترط، قال ويشترط الأول. الآن سنعلم على الشروط المذكورة من هنا، رمي السبع الحصيات، هذا الشرط الأول مذكور عندكم صح؟ نعم. واحدة واحدة، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني هنا والشرط الثاني عندكم. وترتيب الجمرات، هذا الشرط الثالث، جيد، لابد من الترتيب. وقلت لك الترتيب يكون في ماذا؟ في الجمرات، في الزمان، في النفس. قال في أيام التشريق، يمكن أن تعد هذا شرطا، أن الرمي محله أيام التشريق فلا يصح الرمي في غير أيام التشريق. طيب انتبه للشرط الرابع، هذا ممكن تعده شرطا. الآن كم صارت شروط في كلام المصنف؟ أربعة. الخامس، وأن يكون بين الزوال والغروب فيها. انتبه معي، هذا سيجعلنا نستذكر الدرس الماضي. أنا قلت لك في الدرس الماضي أنا قلت لك في الدرس الماضي إن وقت رمي الجمار أيام التشريق متى يبدأ؟ بعد الزوال، صح؟ يبدأ بعد الزوال، جميل، يبدأ بعد الزوال. وقت الأفضلية متى؟ بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. طيب وقت الاختيار بعد الزوال يستمر إلى متى؟ إلى غروب الشمس ذلك اليوم. وقت الجواز إلى غروب الشمس آخر أيام تشريق. طيب هنا انظر ماذا قال، وأن يكون بين الزوال، هذا مسلم لأن الرمي قبل الزوال لا يجزي على المعتمد، لكن قال والغروب، ظاهره أنه إذا رمى بعد الغروب فقد خرج وقت الرمي، ظاهر العبارة هكذا. ولذلك ستجد العلامة بن حجر هنا يقول وهذا ضعيف، إلا أن يحمل كلامه، وهذا الذي ينبغي في الحقيقة، إلا أن يحمل كلامه على أنه أراد وقت الاختيار. بدليل ماذا؟ بدليل كلام له سيأتي بعد قليل، أنه يقول إن الرمي يستمر وقته إلى آخر أيام التشريق ويكون أداء. فعبارته الآتية تبين أن
كلامه هنا ينبغي أن يحمل على وقت الاختيار. فهمت علي ولا لا؟ وإن كان يشكل أنه عده من الشروط. طيب يقول لك واحد ليش عده من الشروط؟ نقول هو عده من الشروط باعتبار الجزء الأول. إيش الجزء الأول؟ أن يكون بين الزوال، أي أن يكون الرمي بعد الزوال، هذا الذي هو شرط. وأما قوله والغروب فهذا ليس بشرط وإنما هو اختيار، وقت الاختيار. فهمتم؟ وبهذا نعتذر للمصنف رحمه الله تعالى وهو فقيه ضليع. وأنت متى ما أمكنك أن تعتذر للمؤلف فاعتذر، واضح؟ وحمله على محمل صحيح أولى من تضعيف كلامه. دائما حمل كلام العلماء على محمل صحيح أولى من التجرؤ على تضعيف كلامه. قال الخامس: وأن يكون بين الزوال والغروب فيها. السادس إيش قلنا؟ وكون المرمي به حجرا. السابع: وأن يسمى رميا لا وضعا. الثامن: وكونه باليد. كم شروط ذكر؟ ثمانية، وزدتكم ثلاثة شروط، فمجموع الشروط 11، وأظن في بشرى كريم عدها 10. جيد. قال رحمه الله تعالى: وسننه. الآن انتهى من شروط الرمي، سيتكلم على سنن الرمي. قال: وسننه أن يكون بقدر حصى الخذف. أن يكون بقدر حصى الخذف. تعرفون حصى الخذف؟ حصى الخذف تعرفون الفاصوليا؟ باللغة الإنجليزية بينز. عرفتم فاصوليا؟ هذه المرأة أحيانا تضع بجانب بيتها هكذا، لونها بني. عرفتم؟ حصى صغيرة. عرفتم فاصوليا أو لا أولا؟ ما عرفتم فاصوليا؟ باللغة الإنجليزية بينز. ماذا تسمى عندكم؟ افتح في جوجل، اكتب فاصوليا في جوجل. ما تأكلون فاصوليا؟ ما لا تأكلونها، موجودة في بلادكم، نشتريها من السوق، هذه المرأة تبيعها. اكتب سديماس، إن هاتفك. ماذا يعمل هنا؟ يسجل، يصور. أبا إياس، أين هاتفك؟ بالبيت. لماذا في البيت؟ تخاف من زوجتك أن تأخذ الهاتف؟ لا بأس، إذا كنت تخاف لا بأس، كلنا نخاف. هذه الفاصوليا، فاصوليا. هذه ما اسمها؟ وانا موجودة عند هذه المرأة. عرفت ما اسمها يا وافي؟ كاتشا. كاشا. تعرف الفاصوليا انت كل يوم، صاحبتنا هذه. عرفتم؟ هذه المرأة تضع بجانب البيت. نعم، نأكلها مع الخبز. لا تأكلون فاصوليا فقط، الأرز تيمبي هذا مشكلة، غيروا فاصوليا جيدة. هذه تسمى لحم الفقراء، لأن فيها نسبة بروتين عالية. عرفت؟ تسمى لحم الفقراء، ولكن لا تكثروا منها، تسبب يعني نقرس كما يقال، الله أعلم، أنا لست طبيبا. على كل حال نعود إلى الدرس. المهم هذه صغيرة، تكون الحصى بقدر حصى الخذف. طيب لو أنه رمى بحصى كبيرة أجزأ لكن مكروه، ولو أنه رمى بأصغر من حصى الخذف أجزأ لكن مكروه. فأكبر من حصى الخذف وأصغر من حصى الخذف مكروه لكنه يجزئ. جيد. قال: وسننه أن يكون بقدر حصى الخذف. جيد. ومن ترك رمي جمرة العقبة
أو بعض أيام التشريق تداركه في باقيها أداء. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، وقوله تداركه أداء يشير إلى أن وقت الرمي يستمر إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. جيد؟ طيب، من كان عاجزا عن رمي الجمار فإنه ينيب غيره، لكن هنالك شروط. الشرط الأول أن هذا الشخص الذي يريد أن ينيب غيره، المنيب ليس النائب، المنيب، أنه لا يرجو زوال عذره حتى يخرج الوقت. بمعنى آخر، لو كان يرجو زوال عذره قبل أن يخرج وقت الرمي فإنه لا ينيب، إنما ينيب غيره إذا كان لا يرجو زوال عذره حتى يخرج وقت الرمي. هذا الشرط يتعلق بمن؟ بالمنيب. والنائب يشترط فيه أولا أن يرمي عن نفسه قبل أن يرمي عن منيبه، والشرط الثاني أن يكون مكلفا أو مميزا أذن له وليه. جيد؟ طيب، فإن أناب جماعة واحدا جاز؟ نعم يجوز، فيمكن أن ثلاثة ينيبون شخصا واحدا، فإذا أناب ثلاثة شخصا واحدا فإنه يرمي عن الأول الجمرات الثلاث، ثم عن الثاني الجمرات الثلاث، ثم عن الثالث الجمرات الثلاث. فهمنا؟ جيد. ويجوز لهذا المنيب أن ينيب شخصا يرمي الجمار عنه ولو لم يكن حاجا، حتى لو كان هذا الشخص حلال. وإذا أنابه ليرمي عنه فيسن لهذا النائب أن يأتي بالتكبير، كما يسن للأصل أن يأتي بالتكبير، فكلما رمى حصاة قال الله أكبر. واضح؟ قال ومن ترك رمي جمرة العقبة أو بعض أيام التشريق تداركه في باقيها أداء. ثم قال ومن أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق جاز. انتبه معي، الله عز وجل يقول في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات. ما هي الأيام المعدودة؟ أيام التشريق. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن يجوز لك أن تبيت ليلتين في منى، ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر. في يوم الثاني عشر بعد الزوال ترمي الجمار وتخرج، ولا تبيت الليلة الثالث عشر. فهمت؟ ليلة الثالث عشر لا تبيتها، يجوز لك، وهذا يسمى النفر الأول. واضح؟ وحينئذ يسقط عنك ماذا؟ يسقط عنك المبيت لليلة الثالث عشر والرمي لليوم الثالث عشر. والأفضل أنك تبيت تلك الليلة وأنك ترمي الرمي الثالث، هذا الأفضل، لكن من حيث الجواز يجوز لك. جيد؟ جيد؟ طيب، إذا نفرك في اليوم الثاني عشر له ثمانية شروط حتى يجوز. كم له شروط؟ ثمانية شروط حتى يجوز. شوف، مذكورة عندك في بشر الكريم، وهنا ذكرها باختصار. قال هنا ومن أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق جاز. أنا سأقرأ الشروط، هي الذي عنده بشر الكريم يشير إليها. تمام. الشرط الأول أن ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق. إيش معنى هذا الشرط؟ أنه لا يجوز النفر في اليوم الأول من أيام التشريق، إنما يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق. هذا الشرط الأول واضح، وهذا يستفاد من كلام المصنف. قال وبعد الزوال، أي وأن يكون نفره في اليوم الثاني بعد الزوال. جيد؟ لا قبل الزوال، لأن أنت مخاطب برمي الجمار في اليوم الثاني بعد الزوال.
الشرط الثالث وبعد الرمي جميعه، أي لا بد أن ترمي أولا جميع الرمي حتى يجوز لك أن تنفر. فإذا كان عليك رمي لم تقم به فلا يجوز لك النفر، هذا الشرط الثالث. قال الشرط الرابع وقد بات الليلتين الأوليتين، أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فلو أنه بات ليلة واحدة مثلا لا يجوز له النفر، لا بد أن يسبق له أن بات ليلتين. كم هذه شروط؟ أربعة. تمام. قال وقد بات ليلتين الأوليتين أو فاتته بعذر، وقلنا الأعذار في مبيت بمنى هي أعذار الجمعة والجماعة، صح؟ الخامس أن ينوي النفر، أن ينوي النفر. السادس أن تكون النية هذه، أي نية النفر، مقارنة للنفر ليست قبله، أن تقارن نية النفر النفر، أن تقارن نية النفر النفر. هذه كم الآن؟ ستة. طيب السابع أن يكون نفره قبل الغروب، فلو غربت الشمس قبل أن تنفر يلزمك أن تبيت الليلة الثالثة وأن ترمي اليوم الثالث، فهمت؟ أن يكون نفره قبل الغروب. الثامن والأخير ألا يعزم على العود للمبيت، يعني خلاص يخرج من منى وليس عنده عزم أن يعود للمبيت بمنى. أما لو كان عازما أن يعود للمبيت بمنى فهذا يلزمه أن يبيت الليلة الثالثة ويلزمه أن يرمي لليوم الثالث. فكم هذه شروط؟ ثمانية شروط. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.